السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقة قناة التصوير المصري. معاكم أحمد فتحي، وحلقة النهاردة هي مجرد بس حاجة بسيطة كده، يعني أنا عرفتها من فترة كده وحبيت أعرف لكم عشان بتسهل عليكم كتير جدا وأنتوا بتحفظوا الصور من الفوتوشوب. دلوقتي أنت لو عندك كذا صورة أنت فاتحهم في الفوتوشوب زي كده، مثلا لما تيجي تسيبهم المفروض أنت بتسيب تدوس مثلا فايل سيف أز، تختار المكان تقوم دايس الصيغة والكلام ده كله. فلو عندك هنا مفتوح مثلا اكتر من 20 30 صورة، سيشن كامل، تصوير بارتي كامل، هتسيبهم صورة صورة، انت محتاج مثلا كده يومين. فانا في طريقة لقيتها على الفوتوشوب زي لايت روم بالظبط، ان انت بتخرج كل الصور مرة واحدة. يعني دلوقتي انا هنا فاتح مثلا حوالي 7 8 صور، مش هعمل كل صورة كنترول شيفت اس ومسيب والكلام ده، لا هروح على فايل، هاجي تحت عند سكريبتس، هدوس على واحدة اللي هي ايمج بروسيسور، هيفتح لي قائمة تانية. القائمة دي عبارة عن ان انت بيقول لك عايز تستعمل اي صور. اول اختيار هنا استعمل الصور المفتوحة اللي هي كل اللي قدامي دول. تاني واحدة عايز تسيبهم فين، هتقوم سيلكت لوكيشن، وانا مثلا سايبهم على الديسكتوب واعمل نيو فولدر واسيبهم في النيو فولدر ده. هي كده حددت المكان. هنا تالت واحدة اللي هي فايل تايب، عايز تسيبهم جيبج ولا بي اس دي ولا تي اي اف اف، عندوس جيبج. الكواليتي هنا اخرج 12 12، دي الماكسيمم كواليتي. ونيجي هنا عند البريفرنس المراجعة، سيبك من الكلام ده كله، مش تنفعك بحاجة، وندوس هنا كلمة رن. بص هو دلوقتي بيسيف الصور صورة صورة لوحده، أنا مبعملش أي حاجة. وبعد ما يتخلص تسييف الصور كلها هناخد نلاقيهم كلهم في الفولدر من غير ما اقعد كليك يمين أو فايل سيف أز وسيف صورة، فايل وسيف أز وسيف صورة. الموضوع طلع أسهل مما يكون، خصوصا لو عندك عدد صور كتير. بعد ما يخلص كده هيتأكد ان هو سايبهم ولا مسايبهمش. كده المفروض ان هو خلص. ديسكتوب نيو فولدر احنا عملناه، جيبج سايف الصور اللي احنا قلنا له سايفها. وبكده تكون خلصت حلقة النهاردة، ويا رب اكون افدتكم وما اكونش طولت عليكم وقلتلكم تيبس كده حاجة بسيطة تنفعكم في الايديتنج. متنسانيش من دعوتك، وشكرا جدا لكم.